وما زلنا مع أيادي الخير الإماراتية، حيث بلغت قيمة البرامج الإنسانية والعمليات الإغاثية والأنشطة والمشاريع التنموية التي نفذتها هيئة الهلال الأحمر في الفترة من مطلع يناير وحتى نهاية أبريل الماضي 349 مليون و231 ألفا و797 درهما، منها 48 مليون و475 ألفا و561 درهما عبارة عن قيمة برامجها ومشاريعها داخل الدولة، فيما بلغت خارج الدولة 300 مليون و756 ألفا و236 درهما. وأعلنت الهيئة خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها اليوم الثلاثاء بمقرها الرئيسي أن أكثر من 8000 أسرة داخل الدولة، عدد أفرادها حوالي 40000 شخص، استفادت من برامج الهيئة داخل الدولة خلال 4 أشهر. هذا وشهدت الفترة الماضية تحركا واسعا ونموا مطردا لمساعدة الهيئة للمتأثرين من الأحداث الجارية في عدد من الساحات الخاصة، خاصة في المناطق العربية، وذلك بفضل توجيهات ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر. هنالك عدة أمور الهلال الأحمر شغال عليها، من ضمنها طبعا الجودة بالعمل، العمل على أن تكون لدينا أفضل ممارسات والعمل بها، أن تكون هيئة الهلال الأحمر خلال الأيام والشهور القادمة سوف تكون لديها منظومة معتمدة دولية إن شاء الله بالعمل ضمن أفضل المبادرات الإنسانية إن شاء الله، وضمن نظم ونتحدث عن نظم وإجراءات معتمدة، وذلك لريادة في العمل الإنساني وريادة كمؤسسة إنسانية.